ضاقت بهم روسيا بما رحبت بعد أن أصدر بوتين قرارا بسحب جوازات السفر منهم صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت الخبر عما وصفتهم بالأشخاص المطلعين على الأمر مضيفة أن السلطات في روسيا شددت إجراءات السفر داخل القطاع الحكومي وأجبرت بعض الشخصيات البارزة ومسؤولين سابقين على تسليم وثائق سفرهم مصادرة جوازات السفر لم تشمل كبار المسؤولين فقط بل حتى مدراء الشركات الحكومية ويعزو مراقبون للقرار إلى ما تم تسريبه من أن ثمة تحركات لانشقاق بعض كبار المسؤولين بعد أن باتت حرب أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على إثرها عبئا على روسيا بدولها الاتحادية عظيمة الموارد الإدارة الروسية من جانبها لم تعلق على ما نشرته الصحيفة البريطانية لكن في شباط الماضي دعا مؤسس شركة فاغنر الشركة العسكرية الخاصة سيئة السمعة إيفيغني بريغوجين إلى فرض حظر كامل على سفر المسؤولين إلى الخارج بعد التسريبات التي نشرت لبعضهم وأحرجت الكرملين الذي يعبئ الشعب إجباريا للحرب في ظل هذه التجاذبات على المستوى الداخلي فإن القوات الروسية بدأت تعاني من نقص شديد في الذخائر على جبهات القتال في أوكرانيا حتى مع التقدم البطيء على جبهة باخموت ما دفع وزير الدفاع الروسي للخروج عن صمته والتعهد بمزيد من الإمدادات في أقرب وقت ممكن على مستوى الحل السلمي للأزمة تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين للعب دور شراكة بين بكين والاتحاد الأوروبي لوقف القتال الدائر في أوكرانيا بالتزامن مع دخول فنلندا رسميا إلى حلف الناتو ولعل نقص الذخيرة الروسية يزيد من فرص الحل السلمي لحرب لو طال أمدها ربما طالت نيرانها طرف ثوب العالم المثخن بالجراح